वेलकम टू बीटीएस न्यूज़, मोहम्मद वसीम अकरम। आइए देखिए आज की ताजा खबर। صدق الله العظيم ايها المسلمون ان يومنا هذا يوم مبارك كريم ولد فيه النبي الامين اختار الله تعالى هذا اليوم المبارك لولادة سيد الانبياء والمرسلين فطوبى لكم بشرى لكم بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. وأخرج أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال سمعت أبي وكان من أوعية العلم قال لما حضرت ولادة آمنة قال الله تعالى لملائكته افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان كلها. وأمر الله الملائكة بالحضور فنزلت تبشر بعضها بعضا وتطاولت جبال الدنيا وارتفعت البحار وتباشر أهلها فلم يبق ملك إلا حضر وأخذ الشياطان فغل 70 غلا وألقي منكوسا في لجة البحر القبراء وغلت الشياطين والمردة وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 40,000 حورا في الهواء ينتظرون ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان قد أذن الله تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورها كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تبقى شجرة إلا حملت ولا خوفا إلا عاد أمنا. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت الدنيا كلها نورا وتباشرت الملائكة وضرب في كل سماء عمود من زبرجد وعمود من ياقوت قد استنار به فهي معروفة في السماء قد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قيل هذا ما ضرب لك استبشارا بولادتك وقد أنبأ الله تعالى ليلة ولد على شاطئ نهر الكوثر 70,000 شجرة من المسك الأذفر جعلت ثمارها بخور أهل الجنة
فكل أهل السماوات يدعون الله بالسلامة، ونكست نكست الأصنام كلها، وأما اللات والعزى فإنهما خرجا من خزانتهما وهما يقولان: ويح قريش ويح قريش. جاءهم الأمين، جاءهم الصديق، لا تعلم قريش ما أصابها. وأما البيت فأياما سمعوا من جوفه صوتا. علي نوري، الآن يجيئني زفاري، الآن أطهر من أنجاس الجاهلية. أيتها العزى هلكت، ولم تسكن زلزلة البيت ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا أول علامة رأت قريش من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، ورب حليم.